ارحب كل جمهور اليوم السابع، ودايما كده مغطيين كل اخباري. تاني حاجه بقى الحفله، طبعا انا سعيده جدا جدا بمشاركتي في حفله كبيره وفي احتفاليات 6 اكتوبر لعام 47، طبعا امام سياده الرئيس، وكل الشكر لاداره الشؤون المعنويه والقوات المسلحه على الثقه والفخر اللي انا بحس بيه لما بيتم اختياري في حدث كبير زي ده. طبعا الحمد لله كانت حفله موفقه جدا، وقدمت فيها اغنيه كتب التاريخ من الحان مصطفى جمال وكلمات محمد جوجا وتوزيع جيزو، وكمان اغنيه هنبنيها بمشاركه نجوم كبار جدا، طبعا الحان مدين وكلمات احمد حسن راؤول وتوزيع عمر اسماعيل. فيا رب ان شاء الله تكون الاغاني عجبت الناس، ويا رب دايما كده يكتر من الاستشهاد. اكتر من كده ان انا قد ايه فخوره الحمد لله بنفسي ان انا قدرت اثبت وجودي، وان انا قدرت ان انا اكون قد المسؤوليه اللي تم اختياري تقريبا رابع او خامس مره امام سياده الرئيس. كانت في عيد الشرطه قبل كده، كانت في تخرج دفعه كليه طب عسكري. فالحمد لله دايما يا رب كده، واكون قد الثقه الجميله دي.